السلام عليكم وصباح الخير عليكم جميعا. بنرحب بكل السادة الزملاء أعضاء هيئة التدريس من جامعة دراية، وبنرحب بطلابنا الأعزاء. احنا مفتقدين التواصل معاكم الحقيقة طول الفترة اللي فاتت دي، بس انتوا الحقيقة وحشتونا جدا. ربنا يحفظنا جميعا ويشفي مرضانا جميعا، ونحافظ كلنا على صحتنا كده لغاية لما نلتقي على خير إن شاء الله. أبنائنا الطلاب الأعزاء، أنا عارف إحنا انتهينا خلاص من تسليم الأبحاث، وانتهينا من الأوبن بوك إكزامز، والناس كلها قاعدة طبعًا قلقانة ومترقبة النتائج. مش عاوز حد يبقى قلقان خالص، إن شاء الله النتائج كلها تطلع زي ما أنتم متوقعين، ما يبقاش في أي مشاكل عند أي حد خالص إن شاء الله. إحنا عاوزين نحاول بقى نستغل الفترة اللي جاية دي إن شاء الله، فترة الصيف كده. دكتور محمد هيبة والدكتور أحمد عارف مجهزين لنا برنامج كده شيق الحقيقة من الأونلاين كورسز، مع يعني مجموعة من الأساتذة اللي بنفخر بوجودهم معانا النهاردة. بيشرفنا طبعا الأستاذ الدكتور هشام خليل، قامة من قامات العلاج الطبيعي، وفخر الحقيقة من للعلاج الطبيعي إن يكون عندنا حد بقيمة واسم الدكتور هشام خليل. دكتور هشام خليل طبعا هو هيقدم نفسه، هو غني عن التعريف طبعا في مجال الفيزيوثيرابي. والحقيقة دكتور هشام خليل أنا كنت لسه بتكلم معاه من شوية، بقول إن هو يعني الحقيقة فتح لنا فتوحات جديدة في العلم، وآفاق جديدة للفيزيوثيرابي، ومجالات جديدة إن إحنا نقدر نشتغل فيها، ومع التركيز طبعا على أهمية المانيوال، الشغل مع السوفت تيشوز والشغل المانيوال. فالدكتور هشام خليل حقيقي بيقدم لنا مجال جديد جدا في العلاج الطبيعي، وأبروتش جديد. يا ريت إن إحنا نركز كويس قوي مع المحاضرة اللي هيديها لنا الدكتور هشام ونستمتع بيها. إحنا بنشكره على وجوده معانا. وطبعا دكتور هشام مش اول مره يشرفنا في جامعه درايه، شرفنا قبل كده سنه 2016، كان اول دفعه موجوده في الكليه وقت لما كان الاستاذ الدكتور سمير الصباحي موجود معانا في الجامعه. والدفعه دلوقتي بتاعت سنه اولى وقتها بقت هي دفعه التخرج اللي منتظرين قرار الوزير النهارده ان شاء الله. هسيبكم مع الدكتور هشام ونستمتع بالمحاضره اللي هو هيقولها. الدكتور هشام اسلوبه شيق جدا الحقيقه في القاء المحاضرات، انا حضرت معاه اكثر من مره، اسلوب ممتع وشيق وبسيط. انا متاكد ان انتوا هتستمتعوا جدا بالمحاضره. بنطمنكم ان المحاضره متسجله، مفيش داعي ان حد ان هو يجهد نفسه في الكتابه، نركز كلنا مع الدكتور هشام وان شاء الله نستفيد اكبر استفاده ممكنه. دكتور هشام بيه، بنرحب بوجود حضرتك معانا، وسعداء جدا وشرف لينا بجد ان حضرتك تكون معانا في اول محاضره بننظمها في الاونلاين كورسز اللي عاملينها في جامعه درايه. ربنا يخليك يا فندم، شكرا، جزاك الله خير. انا هسيب حضرتك بقى تقدم نفسك للستاف وللطلبه، وهستمتع انا بقى بالمحاضره معانا. ربنا يخليك دكتور هشام، حضرتك على اللايف دلوقتي. تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ابنائي الاعزاء طبعا، واخواني و زملائي في المهنه. طبعا مش عارف اشكر الدكتور خالد قد ايه، خالد عياد عميد الكليه، على الانترودكشن اللي انا ما استحقهاش يعني. وبشكر الدكتوره هاله عبد الجواد والدكتور هيبه والدكتور احمد عارف اللي نظموا ودي ميد ذس بوسيبل يعني. زي ما الدكتور خالد قال، دي مش اول مره ليا في الدرايه، بس المره دي يعني ريموتلي which is totally fine. في الاوستيوباثي بنحب نشوفكم ونلمسكم، يعني بيبقى في كونتاكت، بس ان شاء الله اول ما الدنيا تفك كده انا وعدت الدكتور خالد والدكتور هاله ان انا ان شاء الله نعمل لكم زياره طويله زي اللي عملناها المره اللي فاتت. انا بس عاوز قبل ما ابدا في حته كده دايما انا بعتبرها كونفيوجن، ميستيكس، مس اندرستاندينج، ان دايما الشباب اللي بيتخرجوا من عندنا او بيدرسوا اوستيوباثي مش عارف اقول ايه الصراحه، انما يعني البيهيفير ده انا مش موافق عليه دايما، ان هو بيحصل لهم زي سيبريشن كده، مع ان الحقيقه ان انا واحد من الناس فيري براود، يعني فخور جدا جدا بان انا بدايتي كانت دكتور علاج طبيعي ومن جامعه القاهره، ومن الناس السو لاكي اللي نجحت من اول مره في البورد الامريكي. ويعني قصدي اقول ان ما حدش ممكن يبقى اوستيوباث شاطر ولا اوستيوباتيك دكتور شاطر الا لما يكون دكتور اصلا شاطر في مهنته، اللي هي سواء بكالوريوس طب وجراحه او دكتور علاج طبيعي، لان احنا في الاوستيوباثي بنبني على لايرز، يعني ما فيش حد يقدر مثلا يجي من الهوا كده ويدرس اوستيوباثي لوحده، لازم يبقى في بيزك ساينس مدروس، اللي هو الاناتومي الفسيولوجي الهيستولوجي الامبريولوجي وكل الحاجات اللي احنا فاهمينها وبندرسها.
كل ما بتكون انت شاطر في العلاج الطبيعي او في الطب بتكون شاطر كمان في الاستيوباثي. ده اول حاجه. طبعا انا المفروض البس النهارده بدله بقى وابان بقى ان انا يعني دكتور كلاسيك، بس الحقيقه انا مش كده خالص. وشايف موضوع الجرافات تدون ريستريكتيف وبيخليني مخنوق وحاسس ان هو مش اوستيوباتيك خالص يعني، فاعذروني لو انا جاي كاجوال النهارده يعني. معايا برزنتيشن، هستأذن الدكتور هيبه ان يدخلنا على البرزنتيشن. الدنيا فرق ثواني. اوكي وان سكند، تقريبا يعني شويه نسيت الموضوع. انا كنت اخذت عده مناصب كتيره، اشتغلت رئيس قسم الاستيوباثيك ميديسن في مستشفى وادي النيل، وما زلت بمثل الانترناشونال اكاديمي اوف اوستيوباثيك ميديسن في شمال افريقيا والشرق الاوسط، والفاوندر اوف اوستيوباثيك ميديكال سوسايتي والميدل ايست اوستيوباثيك سوسايتي. الحقيقه الصوره اللي انت شايفينها دي هو ايام انا مين. انا واحد بسيط جدا وعندي تيم شاطر جدا اللي هو شايفينه في الباك جراوند، دول التيم بتاعي والخريجين والفاوندر بتاعت اوستي ايجيبت اللي الرمز بتاعنا باترفلاي اللي هي جايه من باترفلاي افكت، اللي هو التاثير البسيط لجناح بعوضه او جناح باترفلاي في فار ايست ممكن يعمل تورنيدو في المسيسيبي الناحيه الثانيه. واللوجو بتاعنا بيقول ان احنا the name to trust for pain free life. وفي صوره بعد كده مع البرنسبل بتوع الانترناشونال اكاديمي اوف اوستيوباثي. I have philosophy in life and forgiveness is a gift you give to yourself. احنا لما بنكون بنقدر نعمل forgiveness لاخرين احنا الحقيقه بنخدم نفسنا مش بنخدم حد تاني. انا شايف الاستيوباثي ايه ليا؟ شايف الاستيوباثي It's a very vivid picture للهيومن اناتومي والطبيعة، زي بالظبط ما بتغطس وتشوف الكرة الريف بالألوان الزاهية. أنا شايف إن ده الاستيوباثي عمل فيا كده. استيوباثي خلاني أشوف الهيومن بادي وأشوف الهيومن فيسيولوجي واناتومي بشكل عمري ما كان ممكن أتخيله في حياتي، وشايف الانتجريشن بينهم وبين بعض. وده يعني تعبيري الشخصي عن احساسي ان انا دكتور اوستيوباثي. اول مره بنعمل الاسلوب ده من الليكتشر، والحقيقه سبب ان احنا مش قلبين الليكتشر النهارده ان انا شخصيا كان عندي مشكله ان انا افهم اوستيوباثي ذا فيرست تايم. قعدت بتاع سنه ونص كده مش قادر اجراب الفكره، او مش قادر يعني بسمع محاضرات كتيره وبفهم حاجات كتيره بس مش قادر فعلا دماغي تجيب الفكره من يعني كلها على بعضها. فانا قلت نعمل حاجه ظريفه النهارده، هنشوف ده هيبقى الهوم ورك بتاع الشباب. المحاضره دي الجزء الاول، والجزء الثاني ان شاء الله هتحدده الكليه يعني بالتنسيق مع الدكتور خالد دكتور هاله ودكتور محمد ودكتور احمد. فانا عاوزكم بما انكم عندكم ريكورد للمحاضره انا كاتب زي كيس كده يعني كيس ستادي، وهحكي لكم الكيس ستادي دي من واقع العياده عندنا. والعيانين دول بيجوا بمشاكل معينه، وطريقه الابروتش بتاع الاوستيوباثي ان هو بيبص العيانين دول هو اللي بيخلي العمليه سهله ان احنا نقدر نعالجهم بافشنسي عالي. فمثلا في عندنا حالات كتيره جدا بتيجي جايه على انها صداع او هيدك. فمثلا فيها هديكم حاله دلوقتي اللي هي قدامكم دي دلوقتي، ست عندها 30 سنه، الشكوى الرئيسيه بتاعتها مش صداع، الشكوى الرئيسيه بتاعتها الساكرو الياك الشمال ورايت سياتيكا. عندها الهيستوري بتاعها عامله اورثودنتك ورك يعني عامله زي تقويم كده في سنانها بقالها سنه وشويه او سنتين برغم ان هي كبيره في السن، بس يعني عملت كذا مره وفشل، فدي مره يمكن يعني في كومبليكيشن. وعندها
كرونيك تي ام جي اللي هو التمبر مانديبولار جوينت اللي هو مفصل الفك، وحاطط بريسز وقصه كده طويله يعني. وين كام تو هيستوري يعني الحته بتاعت وشها والارثودنتست عندها هي الاساسيه، بلس انها تشتغل شغلانه زي دايركتور او سوبرنتندنت في شغلانه كبيره، فعندها ستريسفول ورك ستايل وفاميلي ايشوز عيالها والكلام ده كله. عندها 2 سي سيكشن، عامله 2 سيزيريان سيكشن اللي هي القيصريه، واحده من 4 سنين واحده من 7 سنين، واخدت معاهم ابيديورال انجكشن، او يعني حظها كان في ابيديورال انجكشن، وهنعرف بعد كده ليه انا بذكر الكلام ده، لان لما هنعمل الهوم ورك ونحاول نتخيل الحاله دي هتعرفوا ازاي بنقدر نابروتش الحاجات المهمه في الحاله، وازاي نعالج الحاله بطريقه بسيطه جدا وسهله، ويمكن توفر علينا وقت وتعلي شان العلاج الطبيعي او الاوستيوباثي، لانه مفيش حاجه عندنا لسه في مصر اسمها اوستيوباثي، فكل اللي بيشتغلوا اوستيوباثي هم اخصائيين علاج طبيعي، ومصلحه الجميع ان شان العلاج الطبيعي يبقى كبير، سواء بالاوستيوباثي بالطب مش فارقه، المهم ان احنا نأدي الواجب بتاعنا والميشن اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ليها، ان احنا نعالج ونخفف امراض العين. من ضمن الحاجات اللي بنستعملها في الاستيوباثي بنستخدم ممكن نطلب نيرف كوندكشن اللي هو اختبار العصب، بنشوف ان في هل في اعصاب يعني مضغوط عليها ولا لا، والحقيقه ان الكوندكشن نيرف كوندكشن كان افكتد، يعني في مفيش يعني كوندكتيفيتي عاليه، وفي الام ار اي مايلد ديسك ليجن L455S1. يبقى انا كده بديكوا انفورميشن اللي انت ممكن لما بتقعد مع العيان بتسالها له، او انا هدفي من اللي انا بديك الانفورميشن دي كيس ستادي ان انت تتخيل العيان ده قدامك، عشان at the end of maybe today or next time هنقعد بقى نكرر العيان ده ايه اللي محتاجين نبص عليه كويس، ليه ما بنبصش على حتت معينه وليه ما بنبصش عليها، وهي احيانا بتكون كي. في معلومات اضافيه ان هذه السيده كانت بتمشي 4 كيلو كل صباح، دلوقتي وضعها لما بتمشي 200 متر بتتعب من كتر القلب ما تقدرش تكمل، وعندها ودكتور من الدكاتره شخصها على ان دي حاله فايبروميالجيا، لانها بيبقى جالها يعني feel very tired and fatigue، وده برضو من علامات الفايبروميالجيا. وبالصدفة البحتة وانا بتكلم معاها فبسألها على الجينيكولوجيكال واليوريناري تراكت هيستوري، قالت لي ان احيانا بيجي لها ستريس انكونتيننس. ستريس انكونتيننس اللي هو لما بنضحك او نكح ممكن يحصل لنا تسرب لليورين غصب عننا. العلاج الطبيعي اخذت علاج طبيعي واستريحت، بس الحقيقه ما يعني هو خفف الالم بس اللي في الظهر. ولما عملنا لها اوستيوباثيك ايفالويشن لقينا ان عندها اسيمتريكال فيس، يعني وشها مش يعني في مشكله في الفك والجاو، قاعدة الجمجمة معوجة، الماستويد بروسيس اللي هي قاعدة الجمجمة من ورا اللي هي طالع منها الاسترنوكليدوماستويد ماسل ان ايفن، وفي مايلد ريستريكشن في الرينج اوف موشن بتاع السيرفيكال والدورسال سباين، في مايلد سكليوزس. كل الكلام ده العام مش بيقوله لك، انت اون اكزامينيشن بتكتشفه عشان تعرف ايه الموضوع. وفي هايبر لوردوزس بسيط في اللمبر، ومودريت visceral congestion of lower abdomen and pelvic organ. يعني ايه الكلام ده؟ من ضمن الحاجات اللي بنعمل لها examination في او evaluation في الاستيوباثي، وهقول دلوقتي ليه بنعمل كده، انا بس بجيب لكم الموضوع بالمشقلب، ان احنا بنexamine كل الاحشاء بتاعت العيان، لان ما نقدرش نفصل الاحشاء من الجهاز العضلي العصبي لانهم متصلين مع بعض بنيرفز وارتريز وكل حاجه. على الاقل على كل كلنا عارفين، انا عارف ان احنا معانا طلبه من سنه اولى وثانيه وثالثه ورابعه
وخمسة علاج طبيعي. زي ما انتوا عارفين احنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا باوتو ريجوليشن عن طريق حاجتين. الاوتو ريجوليشن يعني ايه؟ اوتو ريجوليشن يعني لما بيجي لي لما بتجرح بخف لوحدي، حتى لو ما رحتش المستشفى المهم يبقى الجرح كلين. لما بتكسر، لو حطيت الكسر في مكانه بلحم لوحدي. لما بيجي لي انفلونزا بخف لوحدي، وهكذا. وده بنسميه في الطب اوستيو بيسموه يعني هوميوستيزيس، اللي هي حالة الكمال للهيومن بودي، ان هو يقدر لما يتعور يصلح نفسه، لما يعيا يخفف نفسه، اللي هي الاوتو ريجوليشن، سيلف ريبير، سيلف ادجستمنت اند سيلف هيلينج. دي نعمة ربنا اداها لنا عندنا. فجسمنا كجسم بشري بيحصل له اوتو ريجوليشن عن طريق تو سيستم في جسمنا: الهرمونال سيستم، الجهاز الهرموني اللي هو الماستر بتاعه. في عندنا غده نخاميه البيتيوتري جلاند اللي هي في قاع الجمجمه، والجهاز العصبي اللا ارادي اللي هو الاوتونوميك نيرفوس سيستم. اين يقع الاوتونوميك نيرفوس سيستم؟ الاوتونوميك نيرفوس سيستم جزء في البرين، جزء في السباينال كورد او سباينال كانال، وجزء بنسميه سيمباثيتك اللي هو بيستيميوليت الفانكشن او سيرتن فانكشنز، وجزء اسمه بارا سيمباثيتك اللي بيهدي سيرتن فانكشنز. ودي طريقه. فلما بيحصل احيانا كتير مشاكل في العمود الفقري، زي ما البيشنت دي عندنا عندها سكليوزس، وعندها عندها زي ما حكيت ان هي الميديكال هيستوري بتاعها عندها اي بي اس اللي هي ريتابل باول سندروم، وجيرد اللي هو ارتجاع مريئي، وبي ام اس اللي هي الام البيريود او التامس، والبيريود بتاعتها مش ريجولر، يعني مش بتيجي افري 27 دايز او وات ايفر دايز. ده كلها بيانديكيت لينا واحنا بنبحث اللي بنبص على ده، ان لازم نبص على كفاءه او الاناتومي بتاع الجهاز العصبي اللا ارادي اللي هو موجود في العمود الفقري والجمجمه. فاذا لما العمود الفقري بيتعوج بيأثر على السمباثاتيك والباراسمباثاتيك فلو للاحشاء، وبالتالي الاحشاء بتبقى صوره او ريفليكشن اللي بيحصل فيها من اللي بيحصل في العمود الفقري. فلما بنصلح العمود الفقري بتتصلح القصه دي. دي الحاله الاولانيه، ومطلوب منكم ان انتوا تنفستيجيت بالمعلومات اللي انا اديتها لكم دي، عشان هنتكلم على الحلول، البص بالحلول وازاي ممكن نصلح الحاله دي. وانا مسميها هيدك، يعني التايتل بتاع الحاله دي سميناه هيدك، لان هي الحقيقه يعني من يعني التشيف كومبلين بتاعتها مش هيدك، بس هي عندها هيدك. وفي دي مشكله تانية في مصر الحقيقه، بشوفتها في مصر ومشفتهاش في اي حته تانية في العالم، ان العيانين متخيلين الهيدك ده شيء طبيعي. الهيدك ده مش طبيعي خالص، واحنا المفروض نعيش هيدك فري، بين فري، وسعداء. حتى الجيرلز المفروض ما يبقاش عندهم بي ام اس اس اول ذا تايم، وده دايما بانديكيشن ان في حاجه فيسيولوجيكال مش مظبوط. ده بالنسبه للكيس ستادي الاولانيه اللي هي هيدك. هنرجع تاني ثانيه واحده. الحاله الثانيه سي 7 ديسفانكشن، ودي الحاله دي سميتها دوج فايت. دي حاله فيميل 27 years old فيميل in good health، شابه جميله خالص، قلت لنا لها من فتره كده. وهي she have the habit to walk her dog، عندها dog كده بتمشيه كل يوم الصبح. التشيف كومبلين بتاعتها ايه؟ ايه اكتر حاجه جايباها؟ تنميل ووجع في ايديها اليمين او في دراعها اليمين. الالم والنوم، عندها numbness اللي هو زي تخدل، بيزيد في الصبح. الالم حوالي 7 من 10، لو اعتبرنا ان 10 دي اقصى الم يبقى 7 من 10 ده كتير. وعملت 12 جلسه علاج طبيعي وتحسنت، بس مش بنفس السيجنفيكانس اللي هي كانت متخيلاه. فمن هذا المنطلق واحد من الشباب اللي عندنا جابها لنا عشان نبص عليها فروم اوستيوباتيك بوينت اوف فيو، وده ملوش اي علاقه بكفاءه العلاج الطبيعي او غيره.
كلنا بنكمل بعض. انا ما اقدرش اعمل حاجات كتيره جدا 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 في العلاج الطبيعي، فلازم نتعلم من دلوقتي ان في حاجه اسمها التيم وورك، ولازم انا في ظهر الدكتور، في ظهر اخصائي العلاج الطبيعي، في ظهر الصيدلي، في ظهر كل واحد. فمفيش حاجه اسمها ده احسن ولا اوحش، مش معنى ان هو جالنا، بالعكس فكره لما بيجي لنا بنرجعه تاني للعلاج الطبيعي عشان يكمل العلاج بتاعه، بتبقى فيري يعني حاجه الواحد يبقى فيري براود اوف ات، لانه بتحس اخيرا ان احنا كهيومن وبروفيشنال بنتعامل بنوع من البروفيشناليزم العالي اللي هو يعني نتمنى يبقى احسن في مصر. عملنا انفستيجيشن للمريضه دي، عملنا لها النيرف كوندكشن، طلع فعلا في ميديوم روت كومبريشن في سي 6 سي 7، والايمجنج بتاعها باين نورمال ام ار اي سيرفيكال. ده حاجه غريبه جدا، عاده لما بيكون عندنا حد عنده نمنس او بين في الابر اكستريميتيز وبنشك ان هو جاي من ريديكولر يعني من روت ديسفانكشن، عاده بيبقى في ديسك مال فانكشن، في مشكله ما. فالحقيقه الام ار اي كيم اب كلين كلينيكلي، من الناحيه الكلينيكال لما بنعمل لها بقى الاكزامينشن، لانها عندها كل السيمتومز بتاعت البريكال بلكسس، وشفنا ديليد كوندكتيفيتي اللي هي باينه في النيرف كوندكشن. لما عملنا اوستيوباثيك اكزامينشن اللي هو بقى مانوال هاندز اون اللي الدكتور خالد كان بيتكلم عليه، لقينا ان سي 7 تي 1 ترانزليتد لليمين ومحوله شمال، وفي اللانج اليمين اتس نوت فانكشنينج ويل، وفي مايلد تندرنس في المنطقه بتاعت ابر دورسي. طيب الحاله دي ايه اللي احنا مست فيها ما عالجناهاش صح، او ايه اللي المفروض نبص عليه علشان نعالجها صح فروم ذا فيرست تايم؟ ادي الحكايه كيس نمره 2 اللي هي سميناها دوج فايت، ومحتاجين نفكر مع بعض ايه الاناتومي اللي ممكن يكون متغير في الحاله دي مخليها ما بتخفش بسرعه، وانا هتناقش في الحل بتاعها لتر. الكيس ستادي 3 دي تي ام جي اللي هي تمبرومنديبولار جوينت، بي 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 في اللي هي بروكسيسمال بيناين فيرتيجو اللي هي بتيجي في الاذن الوسطى، الناس اللي بتجي لها دوخان مع الحركه، وليفر ديسفانكشن اللي هي في حالتنا النهارده دي فاتي ليفر. ده شخص عنده 45 سنه، اول حاجه دكتور انترنال ميديسن يعني دكتور بطنه هو شخصيا، والحقيقه هو كو وركر، وبقاله كتير بيحصل له مشكله وهو بياكل او يتاوب بقه بيلاك، وبيحصل له سيفير بين، وبيحصل يعني وبالذات لما بيجي يسافر في طياره ودنه بتطقطق وبتوجعه جامد جدا اثناء التيك اوف واللاندنج. فروم كلينيكال بوينت اوف فيو لقينا عنده لما بنعمل له اكزامينشن يعني لقينا عنده كرونيك ميد دورسال بين، يعني ظهره عنده الام مع لما بندوس عليها، وعنده شويه كيفوزس بوستشر وريستريكتد رايت روتيشن سايد بيندنج ليفت من المجموعه الجروب جروب سباين اللي هو من تي 6 من ثراسيك فيرتبرا نمبر 6 لحد لامبر فيرتبرا نمبر 2 يعني انكلودنج الثوراكولامبر جانكشن، ودي حته بايخه جدا لان دي بيطلع منها السمباتيك انرفيشن او الجانجليز اللي بتدي من اول الديفرام والسب دايفراجماتيك اورجنز لحد البلفس والبلفيك اورجنز. هو سموكر بيحصل له بايزي فتيج، وعنده تايتنس في الدايفرام ما بيعرفش ياخد نفسه لما بيطلع سلالم مثلا. وان ايفالويشن يعني اوبزرفيشن لمبنج يعني مش ماشي كويس، يعني بيتعكز او يعني مش عارف يمشي كويس لانه كان عنده اصابه في رجليه. ده الاكسبلينيشن بتاعه، احنا ما لناش دعوه، احنا بنقول بنديك انفورميشن، لان كان عنده اصابه في ركبته في ركبه من الركب يعني. On examination لقينا كمان عنده right pelvic torsion. يعني ايه right pelvic torsion؟ يعني الحوض بتاعه زي اللي يكون ايه جزء منه anterior
تلتد وجزء منه بوستيريور تلتد. انا عارف ان ده ممكن يكون صعب عليكم التخيل، انما لما هنيجي نحل بقى هنوريكم الاناتومي هاو ذس ورك، وده بوسابيليتي ولا مش بوسابيليتي، وممكن يعمل لنا ايه مشاكل تانية ما بناخدش بالنا منها. وعنده فورس ليج لينث ديسكريبنسي، اللي هو لما توقفه تحس ان هو عنده رجل اطول من الثانيه، وكذلك لما تيجي ينام على السرير تحس ان عنده رجل اطول من الثانيه، ورجل محوزه لبره ورجل محوزه لجوه، يعني تحس ان هو ايه معوج شويه. بس ده فولس. فولس يعني ايه؟ يعني الحقيقه لما نقيس رجليه لوحدها ما عندوش رجل اطول من الثانيه، ولكن العوجه اللي في الحوض بتخليه يبان لايك ان هو عنده رجل اطول من الثانيه. والميديكال هيستوري بتاعه عنده جيرد اللي هو ارتجاع مريئي، واي بي اس اللي هو الريتبل باول اللي هو احيانا يجي له امساك او اسهال مايل سيمبتومز، وعنده فاتي ليفر ومايلد كوليسترول. الاذر ثينجز عنده مايل ارثرايتس بوست نيز. وهنعرف بقى المعلومه دي ايه علاقتها، يعني ايه علاقه الكبد والفاتي ليفر بالكيفوزس، بالمشاكل بتاعت الستروك ولامبر جانكشن، بالباك بين. دي هي دي فكره الاستيوباثي، وهو ده الفلسفه بتاعت الاستيوباثي. ده حاجه مش لازم تدرس استيوباثي بتفصيل، انت لو فهمت الفلسفه بتاعت الاستيوباثي هتفهم جلوبالي هاو تو ثينك اباوت ات، وازاي نقدر نحل مشاكل كتيره جدا في القصه دي. ده الجروب من التيم بتاعي اللي هو منهم جراحين عظام مشهورين واخصائيين علاج طبيعي وناس من جوه مصر ومن بره مصر. والحقيقه انا سو براود ان في الفتره الصغيره اللي احنا فيها في مصر قدرنا نخرج 4 دفعات، وكلهم يعني very high quality recognized internationally. ده التيم بتاع اوستي ايجنت، اكيد تعرفوا منهم ناس. في طبعا بايونيرز دكتور رامي رأفت، دكتور بولس، دكتور جمعه، دكتور حنان يونان، دكتور عبد الله، دكتوره بسمه، دكتوره رانا، دكتور محمد عصام، يعني واخرون كثيرون. يعني فهم يعني انا الحقيقه يعني دايما بحس ان انا مش يعني انا ماي ميشن ان لايف ان انا اطلع جينيريشن بالكواليتي دي، لانه في الاخر ربنا هيكرمنا كلنا. يعني I have philosophy doing lectures. انا I cannot teach anybody anything. I can only make them think. وده سقراط. سقراط بيقول ايه؟ انا ما اقدرش اعلم اي بني ادم اي حاجه، ولكن كل اللي اقدر اعمله ان اخليك تفكر. وهو ده هدف الليكتشر النهارده. الليكتشر ممكن مش هتضيف لك معلومات طبيه كتيره، بس هتخليك تفكر في حاجات كتير. ايه الاوبجكتيف بتاعتنا النهارده او في الليكتشر النهارده والبارت الثاني اللي هو اللي جاي المره الجايه ان شاء الله؟ ان انت فاميلايزيشن، يعني فاميلايز يو ب يعني ايه اوستيوباثيك فلسفي في حالات الاورثوبيديك والسبورتس انجري او سبورتس ميديسن. هنتكلم على طريقه الايفالويشن زي ما اتكلمنا على الكيس ستادي. هنريفيو يعني ايه سوماتيك ديسفانكشن، وازاي في سوماتيك ديسفانكشن بتكونتريبيوت، يعني ازاي مشكله في الجهاز العضلي العصبي العظمي ممكن تاثر على مثلا مشكله في الاعصاب، مشكله في الكبد، مشكله في التنفس، مشكله في العين، نظر العين، ممكن في السمع، ممكن في الاتزان. هل في علاقه مباشره؟ هو ده اللي محتاجين نسمعه النهارده. وهن ريفيو كيس ستاديز اللي احنا اديناكو الانترودكشن بتاعتها، اللي هم الثري كيس ستاديز اللي انتوا هتذكروهم وهنتناقش فيهم المره الجايه. وهجيب لكم بقى اناتومي، يعني صور اناتومي فيسيولوجي، وليه بندور على الحاجات بالشكل ده، وهي دي فكره اوستيوباثي. بدل ما نقعد نشرح فلسفي ونص الكلام يضيع مننا زي ما ضاع مني سنين طويله، فانا مش عاوز حد يهاف هارد تايم اجين. يعني الاستيوباثي عنده فلسفه واضحه جدا بتتلخص في 4 نقط. ان الجسم one functional unit، يعني the body is a unit, the person is a unit of body, mind and spirit. والحقيقه لما بنتكلم على body, mind and spirit هو الموديل الميديسن الوحيد اللي بيتكلم على the spiritual part of the human بشكل عام. وده ليه شرح طويل، بس مهم اول انت تكون فاهم ان الاستيوباثي يختلف عن غيره ان هو بيفهم تاثير السايكو ايموشنال ايشوز او ستريسز على الماسكو سكليتال سيستم وعلى الفيسرال سيستم وعلى الفاشل سيستم.
تاني برينسيبل ان البودي از كيبل اوف سيلف ريجوليتنج سيلف هيلينج اند هيلث مينتنس اللي هو سميناها الهوميوستاسيس اللي هو التكامل الـ يعني للجسم الفيزيائي او اللي هو المايند بودي اند سبيريت وان احنا نقدر نعيش مكتملين ونصلح نفسنا في كل حاجه. يبقى اول حاجه ان احنا البودي ده فانكشنال يونت، تاني حاجه ان البودي ربنا خلقنا بالقدره على ان احنا نصلح ونستشفي بنفسنا. تالت برنسبل وده مهم جدا ويخصنا از فيزيوثيرابيست واستيوباث وحتى دكاتره عظام، structure and function are reciprocally interrelated او reciprocated. يعني ايه الاستراكشر هنا؟ معناها كلمه الاناتومي، الاناتومي هو الاستراكشر بتاع جسمنا، والفانكشن يعني فيسيولوجي. يبقى عاوز يقول لي ان الاناتومي والفيسيولوجي مش حاجتين زي ما احنا كده بندرسهم كل واحده لوحدها. الحقيقه ان كل الميديكال فيلد من بقالنا 10 سنين مثلا في كل العالم بيدرسوا اناتومي اند فيسيولوجي از ا وان يونت، لان الحقيقه لو ما فهمناش اناتومي على فيسيولوجي وفيسيولوجي على اناتومي احنا مش هنفهم الفكره شغاله ازاي. يبقى اكتمال الاستراكشر اللي هو الاناتومي او صلاح الاناتومي من صلاح الفسيولوجي والعكس صحيح. البرنسبل الرابعه اللي هو rational treatment is based upon understanding of the basic principle of body unity, self-regulation and interrelation between structure and function. يعني ايه الكلام ده؟ يعني التريتمنت لازم يبقى logical بناء على الثلاثه برنسبل اللي قبل كده. يعني كل عيان بالاصح كده وليه custom made بلان اوف كير، ما عندناش حاجه اسمها علاج اللوباك بين او علاج الني بين. انا عارف الكلام تخين شويه بس it makes a lot of sense لما تفهم بقيه الفلسفه على بعضها. The man behind the idea او الفاوندر اوف osteopathic medicine اسمه دكتور اندرو تايلر ستيل، والراجل ده ليه قصص تراجيديه جامده جدا. ليس يعني مش عاوز اضيع وقت المحاضره ان احنا نحكي قصته، انما لو انتم حابين ممكن ابعت لكم بيبر او فيديو هات عن اندرو تايلر ستيل، وان هو شخصيا كان عنده تراجيك ستوري ان هو ثلاثه من ابنائه ماتوا فور تيفويد، يعني جالهم تيفويد، وقرر الراجل ان الموضوع الكلام ده في 1876 بالظبط، وقرر ان هو يبحث في الطب عن مزيد من المعلومات، ان مش معقوله ما فيش حل بتاعها. بنتكلم بقى قبل البنسلين وقبل القرن ال 19 والطب اللي حصل له في القرن ال 19. فمن هذا المنطلق الراجل قرر بقى يري انفستيجيت، يرجع يشرح الاناتومي تاني وينظمه والفسيولوجي، لحد طلع بفلسفه الاستيوباثي سنه 1900. ايه هو الاستيوباثي؟ System of medicine based on the theory that disturbances in the musculoskeletal system affects other bodily parts causing many disorders that can be corrected by various manipulative techniques in conjunction with conventional medical, surgical, pharmacological and the other therapeutic procedure. ده التعريف بتاع امريكا. يعني ايه كمان انا قلت ده؟ نظام طبي شامل بيعتمد على الثيوري ان الجهاز العصبي الجهاز العضلي العصبي بيتداخل مع بقيه الاجهزه في الجسم وبيسبب مشاكل يعني اخرى عليها، وطريقه العلاج ممكن تكون من اول مانيبيوليشن للتيشوز او بيستخدم تكنيكات مانيبيوليتيف تكنيك مع او من غير مع يعني سيرجري او فارماكولوجي او اذر ثيرابيوتيك بروسيجر. سوماتيك ديسفانكشن دي كلمه بتستخدم كتير جدا في الاستيوباثي. لو خدت بالكم في الثلاثه كيس ستاديز اللي نقطتهم من شويه بنستخدم كلمه سوماتيك ديسفانكشن. يعني ايه سوماتيك ديسفانكشن؟ السوما هي البودي فريم ورك، بودي فريم ورك اللي هو عضلات وعظم ونيرفز وفاشيا وفيسلز، ده البودي فريم ورك. فلما بنقول ان حد عنده سوماتيك ديسفانكشن معناها باختصار شديد جدا ان في باثولوجي حصل altered يا اما في الجوينت
يا اما في المصل او في التندون او في الكبسول او في اي حاجه، وده بيعمل انفلونس على يعني بنعرفه بثلاث حاجات او اربع حاجات: تارت تندرنس، اسيمتري تيشو تكستشر ابنورماليتي، اند بيسموها ريستريكشن اوف موشن. انا ما اعرفش مش مكتوبه ليه، بس هي المفروض ريستريكشن اوف موشن او رينج اوف موشن بروبلم. يبقى علشان اقول ان في حد عنده سوماتيك ديسفانكشن لازم يبقى عنده الاربعه دول، او يعني على الاقل واحده من اربعه. ولو خدتوا بالكم بقى مشيتوا السوماتيك ديسفانكشن ديفينيشن على الثلاثه كيس ستاديز الاولانيين، هتلاقوا في كلام بيتكرر زي الاسيمتري، رينج اوف موشن، تكستشر تشينج، تندرنس. يعني كل وهو الاختصار بتاعها تارت تندرنس اسيمتري ريستريكشن اوف موشن اند تيشو تكستشر ابنورماليتيز. انا ام نوت شور ان الفيديو ده هيسمع نسمعه صوت الدكتور خالد، يا ريت تساعدني. اتفضل دكتور هشام، لو مش واضح هقول لحضرتك. دكتور هشام هو ما فيش صوت كده حضرتك. اوكي خلاص، ده هنبعته لحضرتك برضو ليتر. تمام، هندخل بقى على Osteopathic Manual Medicine Perspective for Analyzing Patient Problem. ازاي بنعمل Evaluation للعيان، يعني نعرف منين ايه البروسبكتيف، ايه طريقة التفكير ان احنا نحلل مشكلة عيان، بنحللها من انهي وجهة نظر. عندنا ثلاثة Perspective. نمرة واحد From Biomechanical Point of View، وده مدروسه في العلاج الطبيعي اكتر من اي حته تانية في العالم، اللي هو البايوميكانكس، اللي هو من اول الجيت اناليسيز والحاجات البايوميكانيك بتاعت كل جوينت وجوينتس مع بعضها. بنستخدم نفس الموديل ده في الاستيوباثي، بس ده بيبقى 1 اوف 3 فاكتورز. يعني ايه بنستخدم بايوميكانكس؟ يعني بندور نشوف العيان ده المشكله اللي عنده ني بين، هيب بين، نيك بين، لو باك بين، فيها حاجه بايوميكانيك اللي مش مظبوطه. يعني مثلا السنتر اوف جرافيتي بتاع العيان معوج، او العيان ماشي بيزوك، او العيان عنده بوشر كيفوتيك سكليوتيك، او عنده حاجه رقبته مايله، او عنده ناك، يعني اي ميكانيكا ممكن تاثر على حاله العيان لازم نفحصها كويس جدا، لان الحل معظم الوقت انك تصلح الميكانيكا مش تصلح الالم. يعني الالم بيبقى ناتج من ميكانيكال ايشوز، وده اول حاجه بنعتمد في ان احنا نانلايز في من الاستيوباتيك بوينت اوف فيو. تاني موديل او تاني فاكتور اللي هو الفلويد فلو. لما بنتكلم على الفلويد فلو هنا مش بنتكلم على البلاد فلو بس، ده راح نتكلم على البلاد فلو اللي هو ارتيريال، اللي هو الارتيري اللي هو الوريدي والشرياني والليمفاتيك، والانترستيشال فلويد اللي هي الميه اللي موجوده كمان في الانسجه بتاعتنا. يبقى لما بنتكلم على فلويد فلو كفاكتور وي هاف تو انالايز في عيان، احنا بنبص على اي حاجه بتاثر سلبيا على مرور الفلويدز في جسم الانسان. على سبيل المثال لو عندنا كونجيشن، ده يعتبر في مشكله في الفلو، يبقى الدم بيدخل الحته دي ما بيخرجش ليه؟ لازم نعرف. او الحته دي ما فيهاش دم كفايه، لازم نعرف ما فيهاش دم كفايه ليه، او فيها سينوزس ليه. الحته دي نقول مثلا ورمه ليه، محمره ليه، وهكذا. يبقى فكرة الفلويد فلو في جسمنا كبشر دي فكرة مهمة جدا، لازم نعرف أساس مشاكلها عشان دي بتحل لنا حاجات كتيرة جدا في الاستيوباثي. تالت برنسبل اللي هي النيورال سيستم. يعني ايه نيورال سيستم؟ اللي هي فكرة الاوتو ريجوليشن، السمباثاتيك والباراسمباثاتيك اوتونوميك نيرفس سيستم. على سبيل المثال لما بيحصل لنا فايت فلايت ريسبونس، انت لما بتواجه crisis of some kind، حالة من اتنين، يا اما بتفريز
يا اما بتجري لايك يو نيفر ران بيفور، بتجري زي السابع يعني زي بيقولوا. ليه؟ لان الجهاز العصبي بتاعك او الاوتونوميك نيرفس سيستم والهرمونز الادرينالز بتشتغل بشكل معين تؤهل جسمك انه يعمل اكشن معين بتحتاجه في الوقت ده. طيب بس لو الاكشن ده بقى ده اللي المفروض تحتاجه في وقت صغير وبينتهي فضل مستمر، ده بيعمل لنا مشاكل. لازم برضو نعرف ليه مش شغال كويس الاوتونوميك نيرفس سيستم او الهرمونال سيستم. يبقى كده عشان وانت بتحلل الثري كيس ستاديز اللي حكينا عليها الاول بمنتهى البساطه هتحلهم سهل خالص لو فهمت، لو حللت كل حاله من الثلاثه نقط دول اللي هي البايوميكانيكال، وده لو قعدت فكرت شويه الكلام واضح في الكيس ستادي، فلويد فلو كلام واضح في الكيس ستادي، والجهاز العصبي المركزي واللي هو اوتونوميك نيرفس سيستم وتداخلاته مع الاحشاء والاورجنز وهكذا. في ستاتستيك بتقول لنا ان 89% من العيانين اللي بيروحوا اوستيوباثي بيتحسنوا كتير جدا بعد اسبوع واحد بعد العلاج. ده بيدينا مؤشر. انا نسيت اقول حاجه مهمه قوي، وده انا شايفها جود ريزن ان كل دكتور علاج طبيعي مش لازم يدرس اوستيوباثي بس يدرس الفلسفه، لان الفلسفه بتاعت الاوستيوباثي بتريح لك دماغك وبتقربك من الدايجنوزس بسرعه جدا وتخلي التريتمنت بتاعك فيري افيشنت. احنا في الاوستيوباثي مش بنشوف العيانين كتير خالص، فتخيل انت لو قدرت تشوف العيان مثلا بدل 3 مرات في الاسبوع مرتين وتفاليو بقى المرتين دي، بدل مثلا ما تاخد 10 جنيه مثلا يعني 100 دولار تاخد 500 دولار مثلا يعني. ده هيعلي البرودكتيفيتي بتاعتك وتخلي وتعلي اسم العلاج الطبيعي وتخليه عالي زي ما احنا كلنا نفسنا يكون. الكونكلوجن بتاع محاضره النهارده اتس كوايت سيمبل، بنقول ان العلاج الطبيعي بروفيشن ملهاش زي. انا واحد من الناس لولا اني كنت اخصائي علاج طبيعي وما زلت عمري ما كنت هبقى اوستيوباس شاطر، ولا كنت همثل اي حاجه ولا هعمل اي تطور في حياتي نهائي. ده عامل يعني البروفيشن بتاع العلاج الطبيعي دي عامله زي عربيه بي ام دبليو، عربيه سباق. لو حطينا عليها اوستيوباثي اكنك حاطط عربيه بي ام دبليو فيها تربو انجن. يعني انا ما اعرفش انت متخيل، انا طبعا عشان مجنون بالعربيات شويه ويعني ممكن اللي غير حياتي مش وشقلبها حوادث عربيات، واتفرجوا ابقى ممكن ابعت لكم لينك الحلقه بتاعت عمرو اديب مش وقت المحاضره يعني. انما انا شايف ان الكوردينيشن او الكومبينيشن بين مهنه العلاج الطبيعي ويبقى حضنه من جواها الاوستيوباثي هتعمل فرق يعني هيستفيد منه المريض والدكتور والدوله من ناحيه الكوست افكتيفنس بشكل غير طبيعي. الريسورسز اللي انا استعملتها النهارده يعني الريفرنسز، وفي دي ريفرنس ممكن تستخدموها كلكم، دي من الامريكان اكاديمي اوف اوستيوباثيك ميديسن جورنال، امريكان اوستيوباثيك اسوسيشن، بريتش اوستيوباثيك اسوسيشن، وكل الحاجات اللي انا بقولها دي ليها ويب سايتس، اللي محتاجها يتواصل معايا او مع الاستاذ الدكتور احمد او محمد. امريكان كرينيال اكاديمي، انترناشونال اكاديمي اوف اوستيوباثي، ايجيبشن اوستيوباثيك ميديكال سوسايتي، والاوستيوايجيبت.org. دي osteoegypt.org دي ويب سايت عندنا في مصر هنا المسؤوله عن الاوستيوباثي في مصر والميدل ايست شمال افريقيا، وفيها كميه ابحاث وحاجات يعني يا رب تعجبكم. مارتن لوثر كينج جونيور ده اكيد عارفين، ده يعني زي كان طبيب وزي محرر العبيد في امريكا في الستينات. عنده قول رائع جدا انا بشوفه فيري اوستيوباثيك ستيتمنت، بيقول if you cannot fly then run، if you cannot run then walk، if you cannot walk then crawl، but whatever you do you have to keep moving forward. اذا مش عارف تطير اجري، واذا مش عارف تجري امشي، واذا مش عارف تمشي اسحف، بس لازم دايما تتقدم للامام بشكل او اخر. وهو دي هدفنا كهيومن، يعني ما ينفعش الهيومن، مش بتكلم بقى على اخصائي علاج طبيعي ودكتور كذا ودكتور كذا، لازم كلنا نتقدم بفكرنا والسبيرتواليتي بتاعتنا وافكارنا للامام. ما ينفعش
نفضل عايشين في الحتة اللي احنا فيها على طول. أتمنى إن الدكتور أحمد يكون جمع شوية أسئلة نستغل بقية الساعة النهاردة، أو لو أنتم حابين ممكن الأسئلة دي نبسبوندد أجاب عليها مع الأناتومي وفيسيولوجي نيكست ليكتشر. وثانك يو سو ماتش فور listening.